بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نضبط السكين جدا سهل، يعني يبي له بس شوية تركيز. لو فتحنا المشهد سواه محمد علي نلاحظ ان العين قاعد تطلع من هني، هذا بسبب السكينينج. يعني انا ما دققت على السكينينج، بس هو بالفعل لازم بالانيميشن شوية يدقق شوية. يعني أنا فكرت إنه بالنهاية أسوي السكيننج هذا. عموما في طريقة سهلة وسريعة، يعني خلينا نقول إحنا إذا حركنا الهيد راح نلاحظ إنه تصير عندنا هالمشكلة، تصير هالمشكلة. ولكن إذا حركنا الرقبة راح نشوف ما في أي مشاكل. هذا ممكن يكون فيه حل، ولكن إذا تبي تحرك من الرأس سهل جدا، نضغط على هذه البونز عشان تطلع البونز عندنا، نضغط رايت كليك على الوجه نقول له بينت سكين ويت، ونضغط رايت كليك على العظمة هذه مالت الهيد ونقول له سيلكت انفلونس. نلاحظ انه اعطانا اياها. خلينا نسوي isolate الحين حق الهيد، رايت كليك فيرتكس، نبي بس الفيرتكس هذيله اوكي عشان ياخذ التيث والتانج اللي داخل. نضغط على هذه مرة ثانية اللي هي بينت سكين ويت، هذه ونقول له نحطها ريبليس والفاليو واحد ونقول له فلود. بس كذي انحلت المشكلة. يعني لو نرجع الحين على شغلنا الأولي نلاحظ ان العين صحيحة، وحتى لو تحرك هني بالرأس هذا هم عادي. هي عملية سكيننج فقط لا غير، نفس الشيء الرقبة طبعا راح يتم مثل ما هو. هذا الحل.